احنا دلوقتي بنلف يا جماعة، اهو قربنا خالص من فندق النادي الاهلي. يعني ادي اول صور تظهر لفندق اقامة النادي الاهلي، اول صور تظهر لفندق اقامة النادي الاهلي اهو، فندق توسيد اهو. طبعا سنراعي المسافات والبعد، لان في حراسة مشددة جدا جدا جدا. اهو فندق توسيد اهو، اهو يا جماعة اهو ده الفندق اللي بيقيم في النادي الاهلي، الفندق اللي بيقيم في النادي الاهلي اهو، فندق توسيد اهو. هننزل، ينفع ننزل يا دكتور؟ اذا كان مسموح لنا بذلك. شايفين عربيات الشرطه اهي، شايفين الحواجز، واتوبيس النادي الاهلي اهو، اتوبيس النادي الاهلي والحواجز. طبعا اعتقد مش عايزين ننزل، ربما نسال مساءلات قانونيه او حاجه. لا مش هو لعربيه الشرطه اهي، لان ممنوع، لازم يكون معانا تصريح مسبق. الفيزا ما بترحمش يا اونكل، يا اونكل هتنزل، انزل معاك، المصير واحد يا اونكل، يا اونكل يا اللي غالب الناس كلها طاوله يا اونكل. الواد احمد اتشل، احمد صاحبنا اتدمر. اهو بصوا يا جماعه، مش هنقدر نبعد عن العربيه اهو. فندق النادي الاهلي اهو، فندق توسيد اهو، اهو طبعا بننفرج، مفيش ولا قناه فضائيه ولا اي حد. الاتوبيسين المخصصين للنادي الاهلي، شايفين الحواجز، شايفين الحواجز، شايفين عربيه الشرطه الحمراء دي. هنا الشرطه اسمها الاخويه، وتحيه للشرطه القبريه، زي ما جالنا من البعثه اهتمام كبير جدا 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 جدا. اونكل ابو المعاض انضم الي يا اونكل، قال لي لو ما قلتليش يا اونكل مش هطلع معاك اهو. شايفين يا جماعه اهو، بنحاول نقرب على قد ما نقدر. البس الكمامة بس اهو، زي ما انتم شايفين اهو، اهو شايفين اهو، بحاول اقرب على قد ما اقدر اهو. الاهلي في هذا الفندق يا جماعة، شايفين دي اسمه فندق توسيد 2 اهو، فندق توسيد 2، والاهلي بداخله فقاعه طبيه وسكنه عسكريه. الاتوبيسين هم بتوع النادي الاهلي، الاتوبيس المخصص للعيبه والجهاز والادوات والمرافقين، وكمان السيارات الخاصه المخصصه للكابتن محمود الخطيب والمنسق العام للبطوله الكابتن خالد مرتجي اللي معاه، وكل من في الفقاعه. اتفضل. استنى يا جماعه، كان عندنا بعضينا اهو. اونكل ابو المعاض الله يخليك. دلوقتي دول الاتوبيسين يا استاذ عبد الناصر اللي متواجدين هناك طبعا. ودي سياره الكابتن محمود الخطيب. الفندق هو الدوسيت اهو اللي مقيم فيه النادي الاهلي، دوسيت 2 يا اونكل ابو المعاض. الفرقه دلوقتي مريحه في حاله خليني بس بخليني بس اشكر عبد الناصر زيدان صاحب الفكره طبعا، لان بفكر عبد الناصر والله صاحب واكلك واعمل كل حاجه يا اونكل، صاحب فضل والله، صاحب فضل. بس في الاخر انا بكسب لك اللي بيكسبوك في الطاوله. اقول لك على حاجه، يعني اللي بيكسبوك في الطاوله انا هجيب لك حقك برضه، ما بسيبكش قدام غلبان. قلت لك نفسنا نروح، الناس نفسها تشوف الاهلي فين، الفقاعه الطبيه والسكن العسكريه. ممنوع دخول اي حد اهو، ممنوع دخول. شايفين يا جماعه، وفي كمان يا ابو محمد هنا عاملين مرور قافلين الطريق اللي مودي على الفندق. ايوه احنا هنا في المنطقه الخلفيه. ايوه بالظبط، يعني بص ناحيه الفندق مفيش عربيات خالص اهو، وفي امن اهو. شايف انت مسلح اهو، اهو اهو امن مسلح اهو، بس مش عايزين يشوفنا لان ممكن نعمل مشاكل. لا ما فيش اي مشاكل، لا لا لا، الناس هي ناس محترمه بفضل الله، ما فيش مشاكل، ويقدرون التغطيه الاعلاميه المتميزه اللي بيقدمها. لا لا بس انا عايز بس اودي لك ايه، اودي الكاميرا لحظه بس، اودي الكاميرا هنا. دي دعايه للفندق عظيم. شايف العربيه الحمراء دي يا جماعه؟ أيوة. لا بص يا ابو محمد، تعالى معايا. العربيه الحمراء دي اسمها الاخويه، اللي هي الشرطه. ايوه، وتحيه للاخويه والشرطه، لانهم بيقدموا لنا كل التسهيلات جدا 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 جدا، ومتفهمين. ويبدو ان الناس دي خضعت لتدريبات هائله استعدادا لكاس العالم، لان بيتعاملوا بمنتهى الادبيه والاحترام. ادي الصوره يا سيدي، ادي الصوره، هي ده الفندق اهو، ماشي اهو. ربنا يثبتنا عند السؤال.
وربنا يا رب يثبتنا عند السؤال ويثبت الاهلي عند لقاء بايرن ميونخ ان شاء الله، ويوفقهم النهارده للفوز باذن الله وبركه سيدنا النبي. اهو يا جماعه اهو تحيه ناصر. هل التشكيل اللي اتسرب لنا ده هل تظن انه حقيقه اتسرب من داخل هذا الفندق؟ ايوه يعني احنا الاهلي يا شباب عملنا حاله من الجدل حسين اللي هيقلوا النادي الاهلي الى الملعب المباراه، عملنا حاله من الجدل بموضوع قفشه. لا 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 ممنوع عشان نجيب ممنوع لو سمحت لو سمحت. حاضر. احنا بنقدم خدمة وبنغامر فيها نوع من المغامرة، بس المغامرة المحمودة. طيب. لان احنا عايزين ننقل الرقي في التنظيم، الرقي وروعة الفنادق. أيوه. واللجنة المنظمة وما تقدمه والاتحاد القطري لكرة القدم. ويعني ايه فقاعة طبية؟ ويعني ايه كلمة سكنة عسكرية؟ أيوه. مفيش صريخ ابن يومين اهو. ممنوع الاقتراب اصلا اهو. أيوه. شايف ممنوع الاقتراب اصلا يعني. ولو حد لمحنا في مشكله. لا مفيش مشكله ان شاء الله. لا احنا بنتكلم بنقول للناس. ولكن عايز احيي الاتحاد القطري وسعاده الشيخ حمد بن خليفه بن احمد الثاني رئيس الاتحاد القطري واللجنه المنظمه وكل المتطوعين وكل الناس القائمين على العمل بهذا الامر العظيم اللي هو ماشي بشكل. عايزك ابو محمد تركز معايا. أيوه. وتيجي يمين كده بالكاميرا بتاعتك. أيوه. هتلاقي اصل الطريق مغلق. أيوه. اصل الطريق مغلق اهو. وفي هتلاقي في حراسه. أيوه. حراسه وفي حد الناحيه الثانيه واقف بيمنع الدخول والمرور قافل الشارع الرئيسي اللي بيودي على الفندق. بس برضه لازم جمهور النادي الاهلي والفندق كله مخصص للنادي الاهلي. ما بقول لك اهو الفندق معاه فرقتين. لا ما انا بقول لك اقصد مفيش حد. افرح يا اهلاوي باتوبيسك اهوت موجود هنا في بطوله العالم. اقصد مفيش شعار اهو. مفيش في ناس عاديه. لا مفيش ناس عاديه. ايوه بالظبط كده. الاتوبيسين هم بتوع النادي الاهلي. افرح يا اهلاوي، افتخر بوجود فرقتك في هذا الحدث العالمي. افتخر افتخر. طبعا احنا في الهواء وفي وكده، لكن الحمد لله الحمد لله الدنيا ماشيه زي الفل. زي ما انتم شايفين يا جماعه زي الفل. عبد الناصر عاوزين نتكلم شويه. نتكلم يا غالي. ما نتكلمش ليه؟ عن وخلي بالك في داخل الجراج هنا زي ما قالوا لي العربيه المخصصه للكابتن محمود الخطيب. والسياره المخصصه للمنسق العام للبطوله. أيوه. الكابتن خالد مرتجي. وعايزين نقول كابتن خالد مرتجي منسق عام للبطوله من قبل الفيفا، من قبل الفيفا وليس للنادي الاهلي يعني، بس عشان الناس تبقى عارفه. لا هو من الاهلي مع الفيفا. تعالى تعالى بص عشان هم جايين لنا هم.